إذا كلمة اليوم هي كلمة author. author سوف تتعلم استخدامات هذه الكلمة في مثالين، وأيضا مرادفات كلمة author، كل هذا في دقيقتين فقط. الهدف حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة، لذا ركز معي الآن. Get ready, اجهز الآن. Write all the phrases so you need a notebook and a pencil. Just 2 minutes. And repeat after me 5 times aloudly. اضغط على إعجاب واشترك في القناة حتى تحصل على جميع الدروس القادمة. وفعل زر الجرس طبعا. كلمة author تأتي بمعنى مؤلف، كاتب أو أديب. المثال الأول على هذه الكلمة. He was himself the author of a treatise on tolerance. He was himself the author of a treatise on tolerance. المثال الثاني. He is the author of several books on the subject. He is the author of several books on the subject. هو مؤلف العديد من الكتب حول هذا الموضوع. أما مرادفات كلمة author فهي writer, writer. كلمات مهمة جدا احفظها. Author, author, writer. مرادفات كلمة author هي أول وحدة writer، الثانية scholar, scholar عالم أو أديب. Scholar. Clerk, clerk محرر كتاب. And creator مبدع. أيضا تأتي كلمة author بمعنى مبدع، وهذه مرادفاتها creator، creator مبدع، مبدع أو خلاق. author creator احفظها بشكل جيد الآن. والآن حاول أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة author. حاول أن تكون جملة وتكتبها أسفل هذا الفيديو. إذا واجهت صعوبة بإمكانك الاستعانة بإحدى الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل. شكرا لك على المتابعة. استمر بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية معنا، وانتظرنا في الدرس القادم قريبا إن شاء الله.